صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بيتابعونا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا حاج. صباح الفل يا هند. صباح الفل مشاهدينا الكرام. يوم جديد جميل باذن الله. درجات الحراره كل شويه بنقول هتعلى هتوطى هتعلى هتوطى. خلينا نقول ان احنا لازم نخلي بالنا بس من طبعا. لبسنا طبعا. ممكن الجو يبقى الصبح فيه شويه شمس شويه حر حاجات من دي، بالليل الدنيا بتبرد، حته جاكيت صغير معاك حضرتك في العربيه او على كتفك لو حصل اي حاجه تلبسها عشان ربنا يقينا اي نوع من انواع الفيروس او البرد ان شاء الله. طبعا بنتمنى السلامه للجميع، والحقيقه انه الجميع متابع اعلان وزاره الصحه عن اكتشاف اول حاله لكورونا في مصر، وطبعا يعني تم اتخاذ الاجراءات الوقائيه وتم عزل هذا الشخص. كلام كتير قوي على السوشيال ميديا. الحقيقه ان احنا مش مفروض ابدا ان احنا نمشي ورا الاشاعات طالما في عندنا مصادر بتؤكد المعلومات وبتبقى موجوده على مدار ال 24 ساعه وبتدينا معلومات صحيحه. صحيح. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي، لانه طبعا ده ممكن ان هو يثير ذعر عند المواطنين. طبعا هو احنا لا نقلل ولا نهول. طبعا القصه ايه؟ أول ما ظهرت الحالة وزارة الصحة قالت بمنتهى الشفافية وتحرضت على كل الأخبار أو مصادر الأخبار الموثوق فيها. الجميل في الموضوع أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية اللي اتخذتها مصر ووزارة الصحة لهذا الفيروس، وكمان للشفافية للإعلان على طول، ما خبوش بقى وقالوا معلش كتم والدنيا تعدي وتعدي وكلام، احنا ما عندناش الكلام، احنا ما نخافش من حاجة، دي حاجة موجودة ولو ما قلتش أنا غيري هيقول وأنا أقول أحسن. فانا قلت وقلت انا بعمل ايه، ودي مهمه جدا جدا جدا. ولازم كمان يبقى الساده المواطنين عارفين انه ده فيروس منتشر في العالم، يعني الحمد لله رب العالمين احنا عندنا حاله واحده، في بلاد تانية عندها حالات كتير، والحقيقه انه ده ممكن يخلينا نقول ان احنا لازم يبقى عندنا اجراءات وقائيه لكل حد فينا. يعني كان في التحذيرات اللي موجوده في كل مكان على الوقايه الشخصيه، ان انت ما تختلطش بناس مثلا ممكن يكون عندهم اعراض لبرد، ما تقعدش في مكان مقفول، دايما تغسل ايديك وتبقى متواجد في اماكن نظيفه، كل ده اجراءات وقائيه وبتحمي مش بس من كورونا، من اي حاجه تانية. المهم ان احنا نبقى واخدين بالنا، وفي نفس الوقت لو حد لا قدر الله شك في اعراض او حس بان هو تعبان او يعني عنده بدايه اعراض برد، الوضع دلوقتي ما يحتملش ان احنا ناخد قرصين ونقعد ونستنى، لازم تتوجه وتكشف ويبقى عندك تفاعل مع الموضوع، لانه ده هيقيق وهيقي عيلتك. صحيح. حاجه كمان يا هند عايز ازودها، احنا شعب جميل ومضياف وكريم جدا وبنحب المجدعه والرجوله والحاجات دي كلها. لما نيجي نسلم على حد حبيبي حتوم ازيك واحضان وبوسه كده، مفيش داعي للاحضان والبوس دلوقتي، اهلا صباح الخير ازي حضرتك حبيبي وحبيب قلبي كل حاجه. وحتى ايديك بعد ما تسلم لازم تغسل ايدك ونغسل ايدينا. مش على فكره مش عيب، مش عيب على فكره خالص، يعني دي حاجه لينا عشان كمان لو حضرتك مش خايف على نفسك خايف على اللي حواليك. مش عايزين نقلل ولا نهول، احنا عادي جدا مفيش مشكله، موجود في كل حته في العالم وسهل باذن الله، ورحنا يا مرينا بحاجات كتير زي دي يعني. دي صحيح. خلينا نقول برضو انه يعني في اشاده بشفافيه الوضع في مصر، وانه بهذا الصدد اشاد دكتور جون جابور ممثل لمنظمه الصحه العالميه في مصر بسرعه وشفافيه الحكومه المصريه في التعامل مع الموقف، وحرصا وحرصها على ابلاغ المنظمه بحاله يعني بالوجود حالة مصابة بفيروس كورونا. طبعا الإشادة الدولية دي شيء مهم جدا، لأنه إحنا دلوقتي عندنا شفافية مع التعامل مع كل الأخبار، فبالتالي ما نخافش ونتعامل مع الموقف. وطبعا في إجراءات وفي الحضانات الموجودة والأماكن اللي بيتم عزل فيها المرضى، شفنا طبعا مع حضراتكم لما الحكومة المصرية بعتت وجابت المصريين والمواطنين اللي كانوا موجودين في ووهان، تم تجهيز مكان على أعلى مستوى علشان يفضلوا فيه مدة الحجر الصحي. وطبعا ده يعني حاجة مهمة جدا وتخلينا ان احنا نبقى فخورين ان احنا بقينا على التراك الصحيح للإرشادات والمنظومة العالمية والدولية. صحيح. خلينا نروح لخبر بقى مهم جدا ولذيذ جدا. امبارح كان الفالنتاينز داي لكن باللون الابيض، بمعنى الزمالك فاز ببطوله السوبر الافريقي للمره الرابعه في تاريخه بعد الفوز على الترجي 3-1. طبعا الف مبروك لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك العظيم والجمهور النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ومصر كلها. انا اللي عاجبني جدا في الحكايه دي يا هند ان مصر كلها امبارح بمختلف اطيافها، كبار صغيرين رجاله ستات اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي كل اللي انت عايز تقوله قوله كان بيشجع النادي الزمالك، وهو ده المفروض اللي يحصل، هي دي الرياضه. سيبك من شويه الناس اللي قاعدين على الفيسبوك، قد يكونوا لجان الكترونيه، قد يكونوا ناس بتحب تسخن بين الناس، قد يكونوا ناس عاديين بيحبوا ان هم ينكشوا الناس، بس بتقلب في الاخر بخناقات وتعصب وحاجات، مش دي الرياضه خالص. الرياضه هو اللي احنا شفناه امبارح،
فرحة كبيرة جدا لنادي الزمالك العظيم، لجمهوره العظيم، لجمهور الأهلي العظيم، لكل الجمهور المصري العظيم، والمصر طبعا إنجاز كبير، وبفضل الله إن شاء الله إنجازات جاية كتير جدا في مجال الرياضة السنين اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. نيجي لحلقتنا النهاردة، عندنا فقرات متنوعة. الفقرة الأولى بنتكلم على أول منصة لتسهيل الخدمات الحكومية، والمنصة دي طبعا بتستهدف أنها تكبر وأن هي تدخل في منظومة المنصات العالمية لتداول المعلومات. تفاصيل أكتر عن الموضوع هنلتقي مع الأستاذ محمد زكريا، أحد مؤسسي مبادرة مصر وهذه المنصة الإلكترونية، وطبعا مجموعة من الشباب هم اللي قاموا بإنشاء هذه المنصة، وإن شاء الله طبعا بنتمنى لهم التوفيق. الفقرتنا الأولى بإذن الله هنشتغل عليها النهاردة أو هنشوفها مع بعض، هي ختام فعاليات مؤتمر إيجيبس 2020. والمؤتمر دوت هو سلط الضوء على انجازات صناعه البترول والغاز المصريه للقطاع نفسه. حصل فيه طفره كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، سواء في مجال الاكتشاف او في مجال الانتاج او تحقيق عدد كبير من الاكتشافات العملاقه في البحر الابيض المتوسط. ضيفنا الكريم متواجد معانا النهارده استاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الاهرام، هيكون معانا يكلمنا اكتر على هذا الموضوع. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل اللقاء مع حضراتكم. ومصر دايما جميل. لو شفت جارك في خير افرح ودعيله، ومهما قاسى عليك احسن ودعيله. يا ما اسعد الابن لو الاب دعيله، اللي معاه الاولاد لو هو ربهم على الكمال والادب والعلم ربهم. ده يبقى بنى للوطن ابطال وربهم. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة.